في فلسطين زياد حلبي، كنت معنا من حيفا. إذن مشاهدينا، هذه لقطات إذن لوصول وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى تل أبيب في زيارته الجديدة إلى المنطقة، والتي كان قد أعلن عنها مباشرة بعد مقتل السنوار. إذن وصل أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكية إلى تل أبيب في هذه الزيارة للمنطقة.